هذا المياه اللي يندفع يوصل ارتفاعه الى تقريبا 40 متر. ومعلومه اغرب من هذا اطيش مياه، نحن الان في منطقه هانكافان. هانكافان منطقه غنيه بالمياه المعدنيه. هذا اللي نشوفه هنا ينبوع المياه المعدنية منا يطلع من الأرض. ارتفاع المياه المندفعة من الأرض يوصل إلى 40 متر، 40 متر بدون استخدام أي موتور، بدون تقنيات. وحتى أقدر أثبت لكم كلامي أو كلام الشخص اللي انطانا إياها المعلومة، للأسف هنا ما نقدر نشوفكم يا لأن هذه مربوط، لكن عندنا فيديو صغير صورته من الفيديو مال الشخص يبين ان اندفاع الماء. هذا الماء، شوفوا هذا المياه، هذا المياه اللي يندفع يوصل ارتفاعه الى تقريبا 40 متر. ومعلومة اغرب من هذا اعطيكم اياه، ان هذا الماء يخرج من عمق 430 متر من تحت الارض. والاغرب منها راح اشوف لكم الاحجار او المعادن اللي تترسب بداخل الانابيب. هذا، هذه طبعا الاحجار تخرج هذا من هذه الانابيب. هذا درجة الحرارة 41 درجة، يطلع الماء يندفع يتم تجميعه في هذا الخزان. هذا الخزان اللي أمامنا يتجمع به، ومن خلال هذا الخزان يتوزع على الغرف. داخل هذه الغرف اللي أمامنا أحواض، والغرف تأجرها أنت وعائلتك خصوصية، ما حد العلاقة يقدر يتقرب عليك. تدخل جوا تسد الباب، حوض موجود هسه راح اصور لكم الحوض ايضا تشوفوه، تقضي لك فيه نص ساعة او ساعة. مياه معدنية، مياه صحية، امراض لا سامح الله، اذا عندك روماتيزم، اذا عندك امراض جلدية لا سامح الله، مرض مفاصل، يعني بيها فوائد كثيرة. منطقة صحية، منتجع صحي نقول. المياه الفائضة احتمال يقولون زين هذا الخزان إذا انترس الماء وين يروح؟ طبعا اكو مصرف يطلع منه ينترس بالأحواض، والزائد يروح يصب هناك، تشوفون السيارات خلف السيارات اكو نهر، يروح يصب بالنهر ويستمر بالمجرى مال النهر. هذا الأنبوب، شوفوا الحجرة اللي شوفنا لكم اياها، الحجرة الأسطوانية، هذه الوضعية مالتها. هذا داخل الأنبوب، الترسبات يعني. هذا الآخر، فهذه بين فترة وفترة يغيرون الأنابيب، يستبدلوها بأنابيب جديدة. هذه الترسبات اللي نشوفها أمامنا داخل الأنابيب، مو ترسبات سنين، ها، خلال شهرين 3 أشهر أكثر شيء يصير هذه الترسبات نفس هذه. بعد شهرين أو 3 أشهر يتم تغيير الأنابيب. نحن الآن فوق أحواض المياه المعدنية. هذا من هنا طبعاً. درجة الحرارة هسه هنا 40 درجة، طعمه مالح على حامض، تحس بأنه مياه معدنية عن جد. هذا الحوض بداخل هذه الغرفة، بداخل هذه الغرفة تأجرها مقابل فد مبلغ لوقت ساعة أو نص ساعة، اتفق معاهم. السقف مفتوح حتى لا يصير بوكة، الغازات الخارجة من المي يطلع يتبخر، يعني لا يبقى بالغرفة. العمق تقريبا متر، متر وعشرين، متر وثلاثين. شيء اخر غريب، هذه الاحجار، هذه الاحجار يستخرجوها من الخزان الكبير اللي قلنا يتجمع فيه الماء، تترسب الترسبات
يستخدموها في البناء. هذه حجره، هذه نفسها، وهسه نطلع برا اشوف لكم كم قطعه مزينين بها البناء. شوف هذه نموذج اخر ايضا، شلون ترى الشباك مال الاحجار. هذه ايضا، وهذه، هذه كلها الاحجار اللي تترسب في خزان الماء. طبعا مثل ما قلنا الماء يصب في الاحواض. شوف هنا هذا الماء الفائض، هسه يعني مو تقول يترس الحوض ويغلقوه، هذا المياه الفائض من الحوض يطلع بهذا المجرى، وهذا اللون الاحمر اللي يشوفه البرتقالي هو ترسبات المعادن. شوفوا هنا هذه ترسبات المعادن، هذه خلي نتبع مجرى الماء. شوفوا احجار، نتبع مجرى الماء، هذا المياه الفائض. وأخيرا يصب في هذا النهر، نهر مارماري. أو هنا بالمنطقة يسموه نهر هانكابان، لأن اسم القرية هذه هانكابان فيسمى باسمها. هذه كانت معلومات جديدة قدمناها لكم. بهذا القدر ننهي تقريرنا لهذا اليوم. إذا أعجبك التقرير لا تكتب لي بالكومنت شكرا، أرجو أن تضغط السبسكرايب، ويوجد جرس، اضغط الجرس لكي يصلك كل التقارير التي نشرها أول بأول. كان معكم حاج دانيال من أرارات للسياحة، وهذه الطبيعة المحيطة في المياه المحلية.